كون هو هاشم دومينغو لاعب الرجاء الرياضي الجديد، لاعب عنده 27 عام من مواليد 1995. المركز ديال اللاعب كيلعب اللاعب في وسط ميدان الهجومي، ومرة مرة كينوع في البوست ديالو. الإحصائيات ديال هاد اللاعب، لعب مع فريق ديالو سان داونز 17 ماتش، مارك 4 البيوت وعطى 2 ديال ليزاسيست. اللاعب كانت عنده شي تجربة أوروبية مع غيماريش البرتغالي وروفوس النرويجي. حسب ترانسفير ماركت، اللاعب كتبلغ القيمة السوقية ديالو 700 ألف يورو.